حبيبتي؟ معقول واحدة ست عاقلة زيك تكدب جوزها أبو بنتها وتصدق حتة عيل صايع زي اللي اسمه سمير ده؟ يعني أنت ما بتعرفش عليا واحدة تانية يا شعبان؟ هو يا ليلى أنت لسه هتسأليني تاني يا حبيبتي؟ معقول برضه أنا أعرف واحدة تانية عليكي؟ ده أنت مراتي وحبيبتي وأم بنتي. طب اثبت لي اللي أنت هتأموري بيه أنا هنفذه حتى لو على رقبتي. مليون دولار؟ نعم. عشان أضمن مستقبلي ومستقبل بنتي. طب استني يا ليلى استني، احنا لسه ما خلصناش كلام. يا ليلى اسمعيني، انا خلصت كل الكلام. طب مش هينفع كده بنقعد نتكلم مع بعض؟ الموبايل يا بنتي، الموبايل ياسمين يا بنتي. ايه يا ياسمين؟ ادي الموبايل لعمك صالح. ما هو اللي مش راضي يخليني اكمل فرجه على الفيلم بتاعك انت وعمو سمير. فيلم ايه؟ تأمرني الحاجة حضرتك؟ تأمرني بحاجه؟ لا شكرا يا عم صالح. العفو انت. العفو يا بيه. فيلم ايه ده يا ياسمين؟ فيلم بتاعك انت ومامي وعمو سمير. انا ومامي وعمو سمير؟ شفتيه على الموبايل بتاع عم صالح؟ ايوه يا بابي، ده حتى متصور هنا. هنا؟ وكان فيه ايه الفيلم ده؟ كلام. كلام زي ايه؟ عمو سمير كان بيقول عملية بطاطا. الو سمير دي معايا؟ ايوه يا بنتي، انا عمك صالح اللي قابلتك في المحكمه. ايوه ازيك يا عم صالح؟ انا معايا دليل يمكن يساعد على براءه الست قطاطه من التهمه اللي لابساها دي. صحيح يا عم صالح، يا ريت الله يخليك. عارف الكافيتيريا اللي في وسط البلد اللي ورا المساكن؟ هقابلك هناك يا عم صالح. هنسيب المرة اللي اسمها قطاطة دي تتبغدد في وسطينا؟ على قولك يا معلمة، دي نفشة ريشة على الآخر. وقال إيه؟ بياخدوها بالليل ينيموها في زنزانة لوحدها، وتاني يوم الصبح يطلقوها علينا عشان تنكد علينا عيشتنا. يا ما نفسي أطبق في زمارة رقبتها كده أهو، أم واخداها كده وأعزف عليها وبسنيني اللولي دول أقرقش عظمها اللي عاملة نفسها أنوسة ودماغ حاجة تقرف. بقول لكم ايه، سيبيني انا عليها يا معلمة سلامات، اديني انت بس الاذن وانا اكسر لك مناخيرها. حرام عليكم يا نسوان، دي ست كبيرة وممكن تروح فيها. ايه حنيتي ولا ايه؟ امال فين قلبك الميت؟ ولا كانت اشاعات؟ لا يا اختي ما كانتش اشاعات، انت عارفة قلبي كويس، اياكش تموتوها وانا معاكم. ماشي، نفضوا انتوا يا نسوان وسيبوني انا بقى عليها. إما طينت عيشتها ما بقاش أنا أضجح. تعالوا. وبعدين يا أختي هنفضل ساكتين كده وعاملين ودن من تين وودن من عجين وهنطرمخ على الست قططة دي غلبانة؟ نطرمخ إزاي؟ دي قططة حبيبة القلب. ما ينفعش يا كوثر. لا لا لا، أنا لا يمكن أسيب النسوان الغجر دول أبداً يلعبوا بيها. على الأقل نعرفها ونقول لها عشان تاخد بالها. صح، ايه رأيك؟ يلا بينا. يلا بقى يا دكتور اسماعيل. يا دكتور اسماعيل. قطاطة. اسماعيل مين يا خلبوسة؟ اسماعيل؟ أنا جيت سيد اسماعيل؟ أنت قلتي. ماهو ده هو اللي أول ما شافني كان بيسبرني. معرفش بقى ده كان بيسبرني ولا بيسبرني. قطاطة، هو انت ممكن تبقي لسه بتحبي في السن ده؟ ليه يا اختي وانا اما انا ضايع شبابي زيك؟ انت فاكره نفسك صغيره يا قططه؟ طبعا يا حبيبتي، شباب القلب. وشوف انا قلبي قد ايه. طب بقولك ايه؟ بما انك عندك اكسبيرينس في الحب. عندي ايه؟ اكسبيرينس. اكسبيرينس؟ ايه اكسبيرينس دي؟ يعني خبره قططه، خبره. خبره؟ اه يا بيئه. انا بيئه. كلامك كله بيئه. ماشي، انا بيئه.
طب بقول لك ايه، بما ان عندك خبره يعني مع بتاع الكبده والجنوط وفقش وابو الهول ده تهرس وتحت المن تهرس وكده، ده انا سافرتهم كلهم. هو انت عامل لي في حاجه كنت مبروك عليهم، كان زمان هو نفعني حد فيهم دلوقتي بدل انا قاعده بقعد في الحيطه. طب بقول لك ايه، هو اللي بيحب بيحس بايه يا قطاطا؟ محموده، بيحس بمحموده. ليه بقى؟ القلب بيقعد يدق 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 كده وبيرمي ويطفح بقى الحاجات دي، فتعمل حموده كده تحس ان انت مبسوطه وفرحانه وفشخه ضبك مش فاهمه ليه كده الحب. بس انا عمري ما حسيت بحموده. ان شاء الله ربنا يرزقك من الحلال اللي يجيب لك حموده. هو ساعات يعني لما بتحكي لي عن الليمبي والحواديت وكده بحس ان انا ابتديت احبه. الليمبي الليمبي نحن الليمبي اهو تعالى ولا تعالى فهمي تيتر بحالة يا ديمبي. يا دليل والنهار اللي واحد عمل بص بقى يا جدعان، انا جاي في مصلحه وهتكل على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انتي وبرنس عفان، ماشي؟ انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هي 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 من انت؟ انا الليمبي. حسنا حسنا اقتلوا هذا الليمبي. اقتلني ايه؟ اوعى يعمل حاجه، اوعى ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى دول، اصحى اصحى لما انا هعمل حاجة. ها حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير، الروح غاليه. حسنا انت الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. النبي ليلتك عسل والله، النبي عسل ان شاء الله. اي 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 ابو خلوب يا جامد انت. اي اتفضل.
كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف في مره انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا. سلم بي. ليه؟ ما هي السونجا؟ السونجا السونجا هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا يعني. سفوريا حته كده مبرططه وحلوه. عجل عارفه. اكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فروحت ظارف وانا بقى من تحت الباط وكده وطلعتك ورحت جايبها له. الدم ده بقى ايه؟ نفوره. ورحت ظابطها له من تحت فراح ظبطت الدنيا. حببت انت عم. ومات. ومات من ده زمان. هذا الشخص لا ده هو لسه بيتفرفل لحد الوقت. الدم رفير. امال ايه؟ كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا جدا. سلم بي. يس. ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سيرلين بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسافوريا. بالسافوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شطه كده ده حلو قوي. للسلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى. رائع سيرلين بي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه وانت بتبص فوق ايه؟ يا الحرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصور بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكلت. نصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. نصر ايه؟ مدينة نصر؟ مايب. مدينة نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر ايوه وعباس العقاد. حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا احلى سلامة عبد على الطاير هيك. سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي. أموت أنا في القطط الصيامة. هي. هي. سير لومبي. انت ايه هتعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى اهدى. دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم ملخ. انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا. انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ سلام قوي حببت انت. ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا لني مدرب كونغ فو جديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء. بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟
خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوه لازم تخرع اللي قدامك. ما تضايق كده. انا عايزكم تمسكوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات مبدئيات الحلوحو. ونحن ماذا سنفعل يا القائد؟ ها؟ ماذا سنفعل؟ نحن ماذا سنفعل يا القائد؟ لا اصلك في حته بقى، انت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا ايه؟ ها؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض انتوا؟ اخوان. انتوا اخوان؟ ها؟ اخوان؟ ايه؟ لا ده انا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم. هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجاله؟ مبدئيا دلوقتي انا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في ايديكوا على الارض. ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده. خلاص؟ خش عليه. انت بالنسبه لي هتروح مديله بالركبه ببطنه. وانت هتضرب نفس الفكره، تروح مديله بالركبه ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص؟ يلا. العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده. ها؟ تعمل ايه؟ التهويش اوعى يا كده. اوعى يا. ايوه. انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت. ماشي؟ يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهفف وكده. ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك، وانتوا ضربوا ببعض. خلاص؟ يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني، والقلم والركبه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه يا ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمك فيها جسمي انخلص اسمك فيها جسمي كده يا كده اصحى للنون اصحى للنون طلع لسانك كده عايز رحمة يا ابوك يا الفارس. نعم هذا هو هريسة. ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي، هريسة حبيبي. اسأله في اي اوضة، اسأله في اي اوضة لحد ما خلص امرك ايها الفارس. يلا. حبيبي عم هريسة هجيلك انا. يلا يا ليش تميات. لا لا على ابوكو. يا ابوكو. هديك بقى حمدان. هديك بقى حمدان. اخليك تروح كربان. خليك تروح كربان. وهوب فوق. وهوب فوق. لو ليك الشو. لو ليك الشو. وهوب أيوة الفارس. نعم. لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. 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 اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور. اقف هنا دربهم. اين تذهب ايها الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا اهو. يلا حمكك اقف. يلا قول. ايه يا؟ ايه يا؟ ايه يا؟ قول يا. ايه يا؟ ايه يا؟ مولاي حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك اوعى لغزك. كفى لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. هاو هاو مولاتي. اكمل. كا
كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. 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 إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا الليمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا نقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي بعض البونبون. أمر اسمك فرودو. بونبون سيما. هريسة والكنز. نحن في حاجة إلى عتاد الجيوش، وهذا الكنز سيكون عونا لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضربا من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن، اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ ألم أكن قرة عينك؟ لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ؟ وأنت مولاي وسيدي، أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه؟ وأنت ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي، لا تذكري أفروديت أمامي، فهي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آي فينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك أدوف على النبي. هو هريسة فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم وسير لمبي. طب شكراً أوي سير لمبي. مولاتي الأميرة
تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على الخفايس يا ولدي. شكرا كده. دستور سيدتي ما اعرفش انك في ساعة الكليولة. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لا أصبر، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب أنا. إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير. هاي هذا، هاي خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرأة لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد ليه بقى؟ واضح إنه هو رجل ديوت. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت عريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. حقاً يا مولاتي؟ أرجوك، أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك. أيوة. الخطة التي دبرها معي الأمير. أيوة. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. فين المرة المجنونة دي؟ متنسيش كده، هو يضربي كده موت العجيب كده. ده حرامي اللي جاي يسرق البط ده ولا ايه؟ حرامي حرامي قطتها يعني؟ أزرقت البط دلوقتي؟ انت حرامي؟ انت حرامي ولا ايه؟ جاي توريني البط؟ انت مين يا واد؟ أنا سليمان الطباخ. أيوة أنا سليمان. قطط هان أزغط البط دلوقتي؟ هما كام بطايا؟ اتنين. يا كذاب، ما هم تلاتة. هم تلاتة دي اتنين، تلاتة فين؟ اللي في النص دي ايه؟ اللي في النص يا قطط هان يبقى أنا سليمان الطباخ. أمال اللي في النص بين البطايتين؟ أيوة. والنبي يا ابني معرفتك وسعهم، ده أنتوا التلاتة يا خالي يا الماضي. طب بص، أنت هتاخد الوقت ده تزغطه؟ بس حميه وفهمين قوي وحط له ريحة. يلا امشي. ماشي يلا. حاضر يا ست. يلا يا جريدة. حاضر. ممكن في حد واقف هنا يا نبي؟ ده الشيف يا قطعت. شيف مين؟ الشيف. ايوه عرفت جريدة. شد. ايوه خلاص مش قادر، ضهري وجعني يا قطعت. يا بنتي ما هو ده اللي هيخلي وقفتك في المطبخ وتربية العيال تبقي ستي واقفة زي الأسد. بصي انزلي واعملي كده اهو. كده معاه احمد. ايوه ما عملتش الا يا كان ايه اسمته يا اختي؟ محنبكها قوي، ما كنا جبنا عيش جاهز وخلاص. يا ولية انت بتطلعي فجأة لما نتأكد انت موجودة، بتطلعي فجأة كده ازاي؟ كنت انت اللي بصي، انت اللي بوظتيها بوشك المعجن ده، انت اللي بوظتيها. كنت عايزاني اعمل لها ايه؟ كنت علمتيني زي تيتا قطاطا كده بتعلمني.
بسم الله عليك وعلى عدم كده عادات الحلوة الجميلة الزكارة يخدي 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 تتك منين جي تعرفيها منين؟ انت كده هتبرقها علينا وتدخليها في وسطنا جي مسجونة نصابة براحتك اهري كده من اللي هنا سيادة الكاس تتا اتا اتا تتا اتا اتا جاك تدا في نبوكك تخش في حلقك مرقلك ودانك تتا يا ريت وانت هتعمل لي نفسك سمعيارة ده انت عدي ستة 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 امي من ايام الفراعنة انا زيك ولا ايه؟ وبعدين عايز انا اقول لك ايه يا بني انت ما تقول ايه؟ قولي يا ريت لو عندك حاجة قولي يا حسين ووريني يا بني ايه؟ يا مسجون بس بتسر مامك ازاي؟ بس يا عواطف عيب ايه اللي دخل النصابة دي هنا؟ ماشي وحياة امك بصي اقولك على حاجة انت عايز حاجة